رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا استشارة طبية. الحقيقة قبل ما نبدأ فقرتنا أنا وأميرة حابين نشكر زمايلنا اللي بيتعبوا ورا الكاميرا كلهم، كل فريق العمل، وبخص بده أحمد رشاد، رنيم، كريم، هند، رغدة أو رضوى، هدية وأحمد فرحات، وهدية وبيبو وفض، كل التيم اللي موجود، لأنه بصراحة هما بيتعبوا جدا جدا حقيقي. جدا يعني بنشكركم، نشكركم جدا يا جماعة، شكرا يا جماعة، شكرا كلكم، شكرا جميعا. إحصائيات وأبحاث كثيرة جدا أثبتت أن مرض السمنة بيرتبط بمشاعر مختلفة من السلبيات زي الحزن، القلق، الوحدة، اليأس، وده غير تسببه في عدم الثقة بالنفس. وبنسبة كبيرة في العالم مريض السمنة بيكون بيعاني من المشاكل والأمراض اللي بتأثر بشكل مباشر على قدرتهم على أداء مهامهم اليومية الطبيعية، وقدرتهم على كمان التواصل مع الآخرين. لكن معروف أن كل داء وله دواء، عشان كده بنحب نسأل الخبراء والأطباء عن حل كل داء. فإحنا استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن علاج مرضى السمنة، ومعنا دكتورة هدير عبد الرحمن المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز، واللي هتكلمنا أكتر عن ده. برحب بيك يا دكتور. ازيك يا هند، ازيك يا امير، عاملين ايه؟ مبسوطه جدا اني معاكم النهارده. احنا كمان مبسوطين. في البدايه عايزين نتكلم عن موضوع النهارده، الا وهو ازاي ممكن السمنه تاثر بشكل كبير على ثقه البني ادم بنفسه. معظم الناس اللي عندهم زياده في الوزن عندهم عدم ثقه في نفسهم، وغالبا الشخص ده بيبقى في بيتي، في بيتك، عن اي تجمعات، اي ظهور، بيبقى حابب ان هو يختفي، ما عندوش ثقه في نفسه. غالبا بيبقى عندهم ستريس طول الوقت، وده بيطلع طبعا هرمونات اللي بتسبب زياده في الشهيه. هرمون الكورتيزول بيسبب زياده في الشهيه. اوكي، ده هنا بنتكلم ان فعلا السمنه بتاثر على النفسيه طبعا. طيب في فرق، عايزين نفرق للناس كده ما بين السمنه، سمنه مرضيه، وسمنه بيبقى فيه سمنه مفرطه وسمنه عاديه. ازاي الواحد يعرف ان هو عنده سمنه، دي سمنه مرضيه محتاج ان هو يقف عندها ويبتدي ياخد خطوات؟ اول ما البني ادم بيحس ان هو مش قادر يقوم بالمهام اليوميه بتاعته، مش قادر يطلع السلالم، بيتنفس بسرعه، يعني حياته الطبيعيه بدات تختل، لازم ياخد وقفه ويبدا ان هو يعالج ده، لان السمنه مرض، فلازم نبدا في علاجه. حلو قوي. في نوعين سمنه، في سمنه موضعيه وفي سمنه المفرطه اللي هي بتبقى الجسم كله، يعني في حد بيبقى عنده جزء اتخن من التاني بس بقيت جسمه مظبوط، والعكس انه كل الجسم بايظ. ممكن تشرحي لنا الفرق ما بين السمنه الموضعيه والسمنه المفرطه؟ زي ما قلتي، السمنه الموضعيه بتتركز في مناطق معينه في الجسم زي البطن، الارداف، الدراعات من فوق. السمنه الكليه المرضيه بتبقى الجسم كله واخد شيب، في اوبستي، في عنده سمنه لازم تتعالج. طيب عندنا بيبقى في حالات كتير قوي بتحب الاكل بس في نفس الوقت عندها سمنه مفرطه وعندها مشاكل صحيه كتير قوي بسبب السمنه، ازاي الناس تقدر تتصرف مع الشراهه في الاكل وحب الاكل ده؟ نقدر نعمل ايه معاهم؟ اول حاجه هنعمل كنترول عليها هي معدل الاكل اللي بيدخل لجسمنا، يعني تقليل الشهيه، ولازم طبعا نزود معدل الحرق عشان ننزل في الوزن. فده هنشتغل معاه على كورس بيستا اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. ازاي بقى نقدر يعني بكورس بيستا نعمل ده؟ كورس بيستا حاجه متكونه من الياف طبيعيه. وانس ان انت هتدخلي حاجه طبيعيه لجسمك بتشتغل انها تملى المعده وتسيب مساحه صغيره لوجبتك، هتبدا وجبتك تقل عن الكورس. يا دكتور معانا اهو على الشاشه، ممكن نمسك كده يعني حاجه ونتكلم فيها. هم دول علبتين البيستا اللي بيتكون منهم الكورس، وعلبه الالبا مالتي فيت، وفي علبه الجرين كوفي عشان تزود معدل الحرق. حلو قوي، نبتدي بيستا. تمام، هي بيستا متكونه من ثلاث الياف طبيعيه، متكونه من السيليوم والشوفان ورده القمح. السيليوم والشوفان وظيفتهم ان هم بينزلوا المعده، بيتمددوا، بيسيبوا مساحه صغيره في المعده لوجبتك. اوكي، فوانس انك بداتي في الوجبه بتاعتك ما بتقدريش تكمليها، ما تاكليش كتير. بالظبط. فكره البالونه اللي بتنزل المعده نفس الفكره. في فايبرز متمدده في المعده، ماليه المعده كلها. في مساحه صغيره بس لوجبتك، هتيجي تاكلي هتاكلي كل الاكل اللي انت نفسك فيه عادي، بس انت مش قادره تكملي الوجبه بتاعتك، فبالتالي وزنك بيقل. ردة القمح بتنظف القولون والامعاء، لان معظم الناس اللي عندهم سمنه بيشتكوا من عندهم امساك مزمن. فالكورس كمان في الالياف الطبيعيه، من الالياف الطبيعيه اللي فيه ردة القمح بتنظف القولون والامعاء من اي اضطرابات او غازات موجوده فيها.
اوكي حلو قوي. طب وكمان في فيتامين سي والكروميوم، دول حاجتين مهمين جدا جدا في زياده معدل الحرق عند البني ادم. ده موجود في في كورس بيستا، بيشتغل على الدهون المتركزه في الجسم. في ايه تاني في الكورس؟ في حاجات تانية. ده بيستا، وفي كمان القلب مالتي فيت. اوكي. معظم الناس اللي بتنزل في الوزن سواء بدايت او اي حاجه بيشتكوا من تساقط في شعرهم، عندهمش طاقه في يومهم، وشهم شاحب. فمحتاجين نعوض النقص اللي حصل في جسمهم بمكمل غذائي من بره زي القلب مالتي فيت. في 13 عنصر من الفيتامينز والمعادن اللي جسمك محتاجاها يوميا. اوكي. ده البيستا وده القلب وده مالتي فيت. في الجرين كافي كمان. دي اقراص بتزود معدل الحرق في الجسم. دي قهوه خضراء، حاجه الماده الفعاله نفسها. دي حاجه اثبتت الدراسات كلها انها بتسبب زياده معدل الحرق. هل الكورس لكل المراحل؟ هو امن طبعا. على كل المراحل، لان دي الياف طبيعيه فملهاش اي سايد افكت خالص. بالعكس، انت بتنزلي في الوزن وبتاكلي كل نفسك فيه من غير ما يتاثر عليكي باي سلبيه. تمام. طيب مده الكورس يا دكتور، يعني الكورس بيتاخد مدته قد ايه، ولا هل ده بيختلف من وزن لوزن؟ بيختلف طبعا من وزن لوزن، من كل حاله لحاله بيختلف. عشان كده بيبقى ظاهر في ارقام ظاهره على الشاشه. في فريق متخصص علشان يحدد لكل حاله أوكي. الكورس المناسب ليها. حلو قوي. يعني لو انا بعمل دايت بس الحرق عندي ضعيف شويه، هل الكورس هيقدر يساعدني في ده؟ طبعا. بيستا زي ما شرحت لك فيها الكروميوم. الكروميوم ده بيشتغل على الدهون المتركزه في جسمك، الحاجات الدهون الصعبه. غير ان الجرين كافي بتزود معدل الحرق جدا في جسمك، فاكيد هتنزلي في الوزن. في ناس كتير كان عندهم ثبات في الوزن ومع استخدامهم للكورس بداوا ينزلوا ان شاء الله. حلو قوي. تمام. عايزين برضو نتكلم عن الاعمار، يعني هل الكورس بيستا بيناسب الاطفال، بيناسب اصحاب الامراض؟ يعني هو امن على كل الحالات. امن على كل الاعمار، بس طبعا بيختلف من طفل لكبير. الطفل حركته مختلفه عن الكبير، معدل الحرق في جسمه مختلف عن الكبير، فعشان كده في فريق متخصص بيبقى متابع كل حاله عشان يديهم الحاجه المناسبه ليهم. حلو قوي. احنا معانا معانا حاله. علي الو. معانا تقرير عن حاله خدت الكورس، هنشوفها دلوقتي. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح، كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. يعني زي ما احنا شفنا كده نتيجه هايله صراحه ما شاء الله. ما شاء الله. عايزه اسالك عن حاجه، لو حد حابب ان هو يتواصل معاك ايه طرق التواصل ممكن؟ في ارقام ظاهره على الشاشه. ده فريق تغذيه كبير جدا متوفر في الشركه، بياخد منك كل المعلومات الخاصه بيك علشان يديك الحاجه المناسبه ليك. حلو قوي. تمام. طيب عايزين نعرف برضو ايه اسباب ثبات الوزن، يعني لو حد عنده مشكله ثبات وزن وعايز يخس هتقدري تساعديه بحاجه بالكورس؟ طبعا. هو ثبات الوزن ده بيبقى ليه اسباب طبعا. معظم الناس اللي بيشربوا ميه ما بيشربوش الكميه الجسم محتاجها. احنا المفروض مننا ندخل للجسم من 2 ل 3 لتر في اليوم. اوكي. وانس ان احنا دخلنا اقل من كده الجسم بيبدا يخزنها في الجسم. اوكي. حلو قوي. تمام. ده اول سبب. تاني سبب في زياده في حاله ثبات الوزن، الناس اللي عند اللي بيشتكوا، لا الناس اللي بياكلوا املاح كتير. نسبه الصوديوم بتزيد جدا في الدم. فاول حاجه الجسم بيحسسك بيها ان هو عطشان، فبتبداي تشربي. اوكي. الميه الجسم بيبدا يتعامل مع الميه دي انه يرميها في الدم علشان يقلل من نسبه الاملاح اللي موجوده في الدم. اوكي. فده برضو وانس ان انت وزنتي نفسك على الميزان بتلاقي نفسك لسه ما نزلتيش على الميزان. ثالث حاجه الناس اللي بيشتكوا من الامساك المزمن، ده بسبب طبعا اللايف ستايل بتاعهم. ما بيبقوش مدخلين كميه الياف كويسه
تساعدهم ان هم يدخلوا التويلت بطريقه منتظمه. حلو قوي. دكتور احنا معانا شويه حالات او اسئله كانت على السوشيال ميديا، خلينا نبتدي كده نقولها وحضرتك قولي لنا ممكن ايه اللي يتعمل معاهم. هاله بتقول وزنها 135، طولها 157، عندها 33 سنه، بتتكسف قوي من شكلها، على طول بتلبس اسود، بس جالها السكر، بتاكل كتير قوي ورجلها بقت توجع. طبعا معظم الناس اللي بيشتكوا من السكر شهيتهم كمان بتبقى مفتوحه جدا. فبيستا هتبقى مناسبه جدا ليها، لان زي ما شرحت لك ان بيستا بتنزل المعده بتسيب مساحه صغيره لوجبتها، فده بيقلل شهيتها. فهي محتاجه طبعا تبدا في الكورس، وكمان القلب مالتي فيت فيه مجموعه بي 12 عشان التنميل اللي بدا يظهر لها في اطرافها. حلو قوي. عندنا برضو الشيف، شيف ماجد بيقول انا عندي 27 سنه، طولي 169، وزني 190، باكل معجنات كتير جدا شيف بقى، وبحب الاكل بسبب شغلي، لازم اخس علشان بقيت احس بتعب كبير، ابطل اكل ازاي؟ تمام، زي ما شرحت لك قلت لك ان بيستا بتاكلي كل الحاجات. هو اكيد واقف في المطبخ طول الوقت، فهيبقى عايز ياكل. احنا مش هنمنعه انه ياكل، بس ممكن ياخد كيس قبل ما ياكل بنص ساعه. هقول لك طريقه الاستخدام دلوقتي. هي بياخد الكيس على كوبايه ميه كبيره وبيشربها قبل الاكل بنص ساعه. بيحاول يدخل كميه ميه كويسه للمعده علشان الالياف دي تتمدد. فوانس ان هو عمل كده هيجي ياكل، هيلاقي ان معدل اكله قل، فده قللنا من شهيته برده واكل كل نفسه فيه. اوكي. محمد مجدي، عندي 43 سنه، طولي 171 سنتي، عملت تكميم، رجعت اتخنت تاني وبقيت اكل اكتر من الاول قبل العمليه، كنت 110 بعدها نزلت 20 كيلو ورجعت زدت في سنه ونص 22 كيلو، محتاج اخس من غير عمليات. ما هي بيستا بتشتغل بنفس فكره العمليه بس من غير ما تخوضي تجربه بتاع العمليه. بتنزل الالياف تعمل البالونه دي في المعده، فالمعده مستنيه معدل اكل صغير. يعني طب عايزين برضو نفسر تاني شويه يا دكتور. تاني يعني ده حد عايز يخس من غير عمليه، هيبدا يستخدم كورس بيستا. الكورس بيس ده اول حاجه بيعمله، حضرتك قلتي بيسد الشهيه بالظبط، دي اول حاجه بيقلل معدل الاكل. تمام. دي اول حاجه بيعملها كورس بيستا، بيقلل الكميه اللي احنا بناكلها بالظبط. تمام. بعد كده ان فيها فيتامين سي والكروميوم اللي بيشتغلوا على الدهون المتركزه في الجسم وخصوصا منطقه البطن. لان الكروميوم بيشتغل على الدهون الصعبه. تمام تمام. طبعا محتاج ينزل بشكل صحي. فمحتاجين نحط القلب مالتي فيت معاه عشان يعوض الفيتامينز اللي ناقصه اللي هتنقص، وعشان نزود معدل الحرق. الجرين كافي. حلو قوي. يعني هم دول تقريبا الثلاث خطوات. طيب في برضو لو دلوقتي اي حد اتصل بالارقام اللي ظاهره دلوقتي هياخد هديه فيتامين دي. ده الجرعه اللي جسمك بيحتاجها يوميا. اوكي. عشان وانس انها قلت عن الطبيعي بتاثر على معدل الحرق. دكتور اهميه بقى فيتامين دي في الحرق والدايت. فيتامين دي مهم جدا في معدل الحرق، في زياده معدل الحرق. دي الوحدات اللي المفروض تدخل جسمك يوميا عشان لما بتقل بتاثر على معدل الحرق. كورس بيستا زي ما انت واخده بالك بيتعامل مع كل حاجه محاصرها علشان يحصل انقاص وزن، مقلل الشهيه، بيشتغل على زياده معدل الحرق، وكمان بيشتغل على الدهون الداخليه في جسمك. حلو قوي. تمام. في برضو معانا ليلى، مدام ليلى، انا شغاله مهندس ديكور بحكم شغلي، انا باكل من بره كتير، وزني 98 كيلو، طولي 150، عندها 41 سنه، وخايفه وزنها يزيد عن كده وادخل في دايره الامراض، ومحتاجه امارس حياتي طبيعي واتنفس طبيعي لان ده بالنسبه لها بقى صعب. طبعا. هي محتاجه بيستا، هتاخد بيستا قبل الاكل. بيستا فكرتها سهله، انت بتحطي الساشت قبل الاكل بنص ساعه بس، وبتشربيه على كوبايه ميه كبيره، وبتقضي يومها عادي جدا. مش هياثر يعني مش زي الدايت هيخليكي مركزه في معدل اكلك، مركزه انك تقللي اكل معين، تمنعي حاجات. بيستا ما بيعملش ده. انا عايزاكي تقولي روشتة فيها غير بيستا، يعني انت هتقولي كده من اول اليوم للشخص اللي وزنه زايد روشتة. يشرب ميه كتير، يعني اهم حاجه يشرب ميه كتير. الميه مفيده جدا للعمليات الحيويه اللي في جسمك، بتزود معدل الحرق جدا. يحاول يتمشى حتى لو 10 دقائق. المشي بيزود معدل الحرق، بيشغل العضلات كلها اللي في جسمك. هياخد الكورس طبعا، هيلتزم عليه. عايزين برضو الجرعه، ممكن بالمره كده في الروتين اليومي نقول الجرعه. المفروض ياخد 2 ساشات في اليوم. هو بيتاخد قبل الاكلات الثقيله، يعني انت تحطي 2 ساشات في جيبك وانت نازله. اي اكل عارفه ان انت حاسه انك هتاكلي فيها كتير قبل الاكل بنص ساعه، بتحطي الساشت ده على كوبايه ميه كبيره، بتحاولي انك تشربيها
قبل الاكل بنص ساعه، في خلال النص ساعه دي بنشرب ميه كتير، وبتبداي في تبداي في اكلك بتلاقي ان معدل الاكل قل. اوكي تمام. القلب مالتي فيت بتاخدي قرص واحد يوميا. قرص واحد؟ اه قرص واحد ده علشان جسمي يكون فيه فيتامينز، علشان النقص اللي حصل بسبب قله اكلي يتعوض. تمام. وبرده الجرين كافي بتاخدي قرص واحد يوميا. ممكن اخد القلب مالتي فيت كوقايه قبل ما الفيتامينات تنقص يعني يساعدني مع اكلي؟ اه ممكن تشرحي لنا ده؟ في ناس كتير بتاخد القلب مالتي فيت كمكمل غذائي في يومها. حلو. مش لازم تشتكي؟ مش لازم. طيب احنا من ضمن الحاجات الاسئله اللي جات لنا على السوشيال ميديا برضو، الناس بتتكلم عن اصحاب الامراض المزمنه، احنا اتكلمنا عليها بس انا عايزاكي تاكدي برضو عليها اكتر. هو امن على الامراض المزمنه؟ طبعا. هو انت تخافي انك تدخلي جسمك اي حاجه فيها كيميكلز؟ تمام. لان اي حاجه فيها كيميكلز اكيد ليها سايد افكت. بيستا ما فيهاش اي كيميكال، بيستا متكونه من حاجه طبيعيه مصرحه من وزاره الصحه ومن الهيئه العامه لسلامه الغذاء. فانت هتبقي مدخله جسمك حاجه أمنة، مش هتبقي خايفة من أي عرض عليها. كلها مكونات طبيعية. بالظبط كده. حلو قوي. يمكن الناس بتخاف من الألياف علشان تقول لك إيه لحسن تعملي مشاكل في الهضم وكده. بالعكس. ده قلة الألياف هي اللي بتعمل الإمساك. فعلا. هي اللي بتعمل عسر هضم. بالعكس البيستا بتساعد في حل المشكلة دي. في ناس كتير أصلاً عندهم تقلصات، عندهم امساك، بياخدوا بيستا من غير عشان ينزلوا في الوزن يعني. طب علاج. عايزين نعرف من حضرتك برضو طريقه التواصل معاكم بيبقى ازاي، والناس تقدر توصل على الكورس في ارقام زهره وفي البايو بيستا البيج بتاعتنا. ممكن تتواصلوا معاهم هتقولي لهم، هيستفسروا منك عن حالتك بالظبط عشان يقدروا يحددوا لك الحاجه المناسبه ليكي. بتطلبوا حاجات معينه؟ بتطلبوا الوزن؟ هو في هناك دكتورز كمان بيبداوا متابعه مع البيشنت علشان ياخدوا احسن نتيجه. أوكي. عشان من كل جسم الجسم بيختلف طبعا. انا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه قوي اتكلمتي عنها، الجرين كوفي. والجرين كوفي الحقيقه فوائدها مش بس في حرق الدهون، ليها فوائد كتير جدا، لو ممكن تكلمينا عن الجرين كوفي. الجرين كوفي بتزود معدل الحرق زي ما انت قلتي، دي اهم حاجه. بتقلل من امتصاص الكربوهيدرات في الجسم. حركه الدم بتظبط، بتديكي طاقه طول يومك. انت دخلتي كافيين، شوت كافيين كويس لجسمك، تنبيه. دكتور انت شرفتينا وانا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله تبقي موجوده على طول معانا كده النهارده. خلصت حلقتنا النهارده. انا بس قبل ما الحلقه تخلص، يعني ملكه التوقعات، توقعي نتيجه ماتش النهارده ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله 2-1 يا 3-1 ان شاء الله، يا 2-0، مهم اتنين يعني، مهم نكسب ان شاء الله. ان شاء الله يعني. يعني خير خير. انا متفائله جدا. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله نكسب وتكون مباراه نستمتع بيها كلنا. طب حضرتك بتتوقعي ايه؟ مش عايزه اتوقع، مش عايزه اتوقع الماتش ده. هتتوقعي هند دلوقتي حالا. طب دكتور انت تتوقعي ماتش ايه النهارده؟ الماتش نتيجته ايه؟ 2-1. 2-1. في اجماع على 2، مش عارفه النهارده. انا نفسي نكسب ايا كانت النتيجه ان شاء الله. مش عايزه اتوقع حاجه الماتش ده. ان شاء الله ماتش كلنا نتبسط بيه وباداء الاهلي. استنوا الاسبوع الجاي نحتفل ان شاء الله مع بعض بالنادي الاهلي. مع السلامه.